السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الماسك اللي من مجموعة ديال لي ماسك اللي غادي ندير لكم إن شاء الله، سلسلة ديال لي ماسك اللي محضرين بالنيلة، النيلة المغربية الغنية على التعريف الصحراوية. بديت لكم بهذا اللي فيه مكونات كثيرة ولكن فعال فعال فعال، نتمنى أنكم تجربوه. غادي نقول لكم المكونات اللي فيه. هانتوما عندنا كريم ديال غليسوليد وكريم ديال غليسيرين والزيت ديال الغليسيرين، الحامض وممكن انكم تستغناو عليه الا كانت البشره حساسه. عندنا الطلق ديال جونسون والماء ديال الورد بيافين والنشا مايزينا. وهنايا خليت لكم هذه هي الاخيره، هذه مخلطه عندي هنايا كريم نيفيا مخلطه بالنيله. كما قلت لكم هنا عندي كريم نيفيا مخلطه بالنيله. هانتوما ها كيفاش دايره النيله، ممكن انك تشريها عباره عن بودره غبره ولا كتشريها حجيرات بحال هكايا، راه متواجده وكثيره نضبط اي بلاصه كتلقايها كتباع. وكريم نيفيا خلاص راه غنيين عن التعريف، انا خلطتهم بجوج هنايا لان كنستعملهم تقريبا بجوج في لي ماسك، وكاينين شي بعض المرات اني كنستعمل غير هاد نيفيا والنيله بوحدهم. نبداو طريقه ديال التحضير ان شاء الله. غادي ناخذ شويه من هاد الجليسيرين لي سوليد عفوا على فكره هذا الكريم هذا انا كنستعمله بالليل، يعني حتى كتغرب الشميشه لان فيه هاد الجليسيرين والجليسوليد والحامض، يعني مخاصمين مع الشمس. الصباح تغسلي وجهك مزيان، واحد القطيره ديال الزيت ديال الجليسيرين هكذا. درت شويه ديال الزيت ديال الجليسيرين، عندي الوليدات ما خلاونيش نسجل لكم الفيديو على خاطري، نتوما شويه ديال الطالق. نتوما الكميه، دابا انا بكثرت ما انني كنديرو دائما صافي حفظت الكميه اللي كندير دائما. غندير شويه ديال بياخين جهد معلقة صغيرة، الماء ديال الورد شي شوية وش، وهادي نيفيا مع النيلة. أنا غادي ندير بيدي وخا هي راه قياس معلقة صغيرة. قياس معلقة صغيرة عامرة، غادي نزيد مايزينا، النشا، عرفت هاد الكريم هذا تيجي رائع رائع رائع، تيخلي واحد الريحه فنه في الوجه وتيخلي لك البشره ناعمه. انا خليت لكم الزيت، خليت لكم عفوا الحامض هو الاخر، لان كاينين الاخوات اللي ما غاديش يقدروا يديروا على حساب البشره ديالهم الا كانت حساسه.
كتحركيه مزيان مزيان حتى تسمعكيه باش ما كيبقاوش دوك الفريتيتات نتوما كما شفتوا ديال الحبات ديال النيره نتوما شفتي هانتوما كتحركوه مزيان كيولي بحال هكا الشكل كريمي هانتوما صافي ملي كتصايبيه بحال هكا كتجيبي واحد الكبير واحد كتكوني عندك شي قريعه ولا شي حاجه باش كديريه مع ان دائما تنستعملو تنديرو بحال هكايا كنحضر هاد الكميه هادي كامله ولكن كندير القياس بحال هكا من الليل تندير تندهنو وجهي كتخليه حتى كينشف كاين اللي كتبغي تبعت بيه ماشي مشكل انا هذه هي طريقتي اللي كندير دائما انا حضرته معكم لان تقاد عليا وهاني حضرته معكم من جديد صافي كندير بحال هكا دائما وكنحطو كنحتفظ به بعيد عن المتناول ديال الاطفال طبعا وكندهن الوجه هانتوما انا نشرب لكم في ايديا تدهني بحال هاد الطريقة هادي وتتخليه حتى كينشف دابا انا غادي نمشي ندهنو لوجهي ونشوفكم في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله هانتوما كتخليوها البنات حتى كينشف من بعد عاد كتمشيو تتقوميو كتحكوه بحال هكايا انا ما انا زربت عليه باش تسالي لكم الفيديو في ساعه باش ما نطولش عليكم صافي وكتمسحيه صديقاتي صديقاتي نتمنى تكون عجبتكم الفكره ديال هذا الكريم الليلي او هذا الماسك اللي كيعطي واحد النتيجه اللي رائعه رائعه جدا انا راه مسحته ديا نتمنى تكون عجبتكم الفكره ونقول لكم الى اللقاء فيديو اخر جديد ان شاء الله مع ماسك جديد اخر وان شاء الله غادي نصايبوه كذلك بالنيره ونقول لكم الى اللقاء وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الى عجبكم الفيديو الى اللقاء